السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو رأيك في البطولة والأجواء يعني؟ الحين اسبوعين المفروض رحنا فيها رايق شلون مطاعم قاعدين نشوف الحراف فيها فصعب اني امسك عمري الشاورما صعب لا يمنح والله جايب له من احسن وش نكوش على كل شيء حلو لا 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 فيها مليون لا لا شكرا شكرا كلنا ابو عزام ارفع اكبس اكبس يا ابو عزام كلنا معك حياكم الله في تغطية جديدة من برنامج المايك مع عزيز على القناة الثقافية اليوم من ضمن العاب السعودية نهائي البادل يلا نبدا بيننا أبطال الألعاب السعودية 2024 في البادل رش هنا في البوليفار الله يزيد كثر التنافس بينهم زاد الفرص ما ضرهم بالعكس قواب التحدي باسهم المؤمنين بحلمهم شعلة أمل في دارهم القمة متسعى الجميع أمثالهم هلا وسهلا كابتن بدر الحقباني وين تركت المحاور والمحورية وكرة القدم وجهت للألعاب السعودية لا والله متابع كل شيء الحين وقت الألعاب المختلفة لا بس انت شكلك بادل يا الحين كورة وبادل الكورة صراحة ما عاد استمتع بالممارسة كثير ايوه البادل صرت استمتع ليش كورة نستمتع نتفرج يا اخي الكوره الحين تلعب مع صغار نشاط يركضون بكره يركضون وانا ما اقدر اركض معهم او كبار ما يعرفون يلعبون اوكي خلها باقي خلاص كيف شفت البطوله جميله صراحه من ترشح للبطوله انا طبعا الفريقين اللي تاهلوا النهائي اثنين يعزون عليه كثير فريق عبد الرحمن عزام ومعه قاسم وفريق عمر الثاقب ومعه سطام الشهراني طبعا انت بطل المملكه في التنس اي انا ويا اخوي انت اخذت العام واخوك قبل العام اي بالضبط صح إيه. اي والله تابع اي تابعك نادي الاتحاد صح؟ اي نادي الاتحاد حلو بس شوك مهتم في البادل انا لا يعني كل ربعي هذولي من التنس كنت العب معهم من الصغار يعني عاد اللي يلعب تنس عادي يلعب بادل يعني سهله اذا تروح من التنس للبادل بس صعب تروح من البادل للتنس يعني اوكي إيه انت ممكن نشوفك لا ابدا خلني في التنس تنس كذا ما في منه ما ان شاء الله بكره ان شاء الله بيبدا التنس ونشوفكم بكره باذن الله في الملز ان شاء الله خلاص وتاخذ بطوله ان شاء الله يا رب فيها مليون فيها مليون حلوه المليون اي طبعا حلوه هلا والله الله حيا مبسوط انت شكلك تشجع الفايز ها والله اشجعهم كلهم اللعبه حلوه والجميع يستاهل صراحه فيها ثالث ورابع الحين على الثالث والرابع نعم من تتوقع والله الديواني ما شاء الله يعني لعيب لاعب بحريني انسان له مستقبل وصغير ما شاء الله ايه فعليك الخمان اول قالوا لعبت البادل هبه طلعت صح طلعت لا والله لعبه لا لعبه اتوقع انه ثاني اكثر شعبيه بالسعوديه بعد الناس حولوا من التنس ترى صح صح كثير عبد الله انا شفته معصب صراحه ما الومه طول السنه يفوز بالبطولات يبدا اهم بطوله خسر فيها اهم بطوله اهم بطوله فيها مليون مليون يا ابوي مليون متى تتوقع ياخذ البطوله البطوله ان شاء الله سطام وعمر الثقب هلا والله الفنانه زينه عمر اهلا وسهلا اخيرا صدقنا شفت اخيرا انت ما شاء الله مبدع في كل مكان شكرا بس وش ليش عندك جاي البادل ادعم اصحابي وحبايبي لازم يلعبون ايه لك في البادل تلعبين العب بادل والله اي والله ما شاركت لا 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 وش مكوش على كل شيء حلو لا 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 فيها مليون لا لا شكرا شكرا كيف شفت البطوله تونس والله تونس يعني انا الحين قاعده احضر مباراه الشباب ما اعرف احد فيهم بس مستمتعه ويعني ما شاء الله الاجواء تجنن بعد شوي البنات اللي فريق لا صديقتنا سماها الكردي فازت بالمركز الثالث ما شاء الله يلا ان شاء الله السنه الجايه تشارك يعني ما حد يدري مره ما حد يدري نشوف نعطي الموضوع وقته شوي واكوش على كل شيء اصلا اذا جيت لعب غني بس بيضيعوني غني خلاص بيفوزوني ايش فيك كذا متضايق ها لا بالعكس مبسوطين جدا الحمد لله والله كلها مساطير لكن اتمنى حسن بحكم انه عم عبد الله العبد الله حسن اي واحد حسن هذا شكله بيفوز حسن ان شاء الله ياخذ البنزيه ان شاء الله انا مرشح للبطوله بس عاد تعرف البادل فيها تفاصيل صغيره جاهزيه اللاعبين احيانا نقاط صغيره ممكن تضيع عليك المباراه كامله كان مرشحين رقم واحد صراحه صح. بس عاد هذا اللي حصل وننتظر النهايه يعني نترقب اكثر شيء النهائي مين بياخذه وعمر الثاقب ضد قاسم والعزام صراحه اخر مباراه بين الفريقين في البطوله التصنيفيه فاز قاسم والعزام
ولكن عمر الثاقب وسطام هم الأبطال السابقين يعني، فريق صراحة ما يستسلم نهائيا، فأعتقد موعودين بمباراة قوية جدا جدا جدا، نتمنى نستمتع فيها إن شاء الله. إن شاء الله فيها الجائزة اليوم خلاص ما يحتاج هذا اللي ست أصفار أكيد الحين ما نشجع أنت أي فريق؟ صاحب ابن فيصل عشان كذا خسران. لا يا ابن الله جايب لو من أحسن. لا أنا مسافر توي أجي إن شاء الله إنه يفوز. كنت ما حضرت أمس. لا عشان كذا خسر. لو إني موجود أمس صادق صادق حتى البرونزية الظاهر ما أخذها. لا إن شاء الله يا ابن هو بيعزمنا احنا عشان كذا نشجع. ايه فيها 100,000 100 حلوة. الله الله والله عاد الفاينل كانت مليون. الله هذيك بناخذ نسبة كنا اوف بعدين من ابتدائي مع الماضي شكله يهوجس المليون عشان كذا ضاعت ضاع السكار. متحمس انت مرة؟ لا الله جاي نشجع فيصل وعبد الله معه بعد. بس عبد الله شو معصب وسوى شيء ليه؟ عوافي يغيرون اللعب ولا حماس لعب؟ لا اللعب سهالات ولا ما تفرق معه؟ لا قالوا خلنا نغير لعب البطولة كلهم عكس قالوا خلنا نغير قبل هذا عجب جل البرونزية يغيرون حتى بالذهبية كانوا ناويين يغيرون والله؟ اي هذا اصرار انت ها شكلك قريب مقرب اي فعشان كذا شاف النقطة ذي شاف النقطة عش فيصل اي لا هي فوز خسارة جابوا كل بطولات الموسم هذا ما شاء الله كسر الدنيا اول مكرر هو خويه ما حاول افهم الحظ في البطوله الفاينل صراحه قوي خصوصا انهم تواجهوا يعني في البطوله الماضيه التصنيفيه فقاسم وعبد الرحمن فازوا عليهم فممكن يعني لو انت فاهم اقول لك فاهم يعني لا بس جلست اسولف مع الشباب قفط جاهزين ان شاء الله الفاينل يا رب يا رب ان شاء الله سويها ان شاء الله إن شاء كيف النفسيه لا جاهزين خلاص وخويك ابد هذا جاهز والله ان شاء الله يا رب نقول ان شاء الله خلي بعد المباراه نسوي لك لقاء نحتفل فيه اكيد باذن الله تعالى شدوا حيلكم ذهبيه يا رب يا رب فيها 6 اصفار الذهبيه هم ترعم كلها زينه تعزمنا لا اول واحد تخلينا تنورنا في بعد الرشه بتحيك والله اي والله كوتش من هيد كوتش باخذ ميداليه هو الهيد كوتش وصل الهيد كوتش بعد ما شاركت هذا لاعبك خسر من اللي وصل النهائي فاينل ست الفاينل مع مين؟ ما نشجع احنا نشوف لا قلت تتوقع فنيه نظره فنيه والله صعب تتوقع صراحه لان عبد الرحمن امس كان مريض شوي فيعتمد اذا بيقدر يلعب زين او لا يقولك تعبان عبد الرحمن لا اليوم اموره طيبه شكله اليوم اموره طيبه عطوه ابره انت عندك نورك بعد المحلات ملاعب لا 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 محلات انا ما يدخل انا واضح ان انت دخيل هم يبون يحب اللعبه جايبين هنا غصب بس الكل بالكل عند صالح يزيد طيب كيف شفت التجربة؟ والله ممتعة يا أخي تدري إيش اللي محببني بالموضوع؟ وش؟ إنه يعني من مو بلازم إنك تكون يعني شخص رياضي مرة معضل وش ذا يعني عادي شايل هم كرش إيه أنا شايل هم ذا لعبة مكرشين ترى أول مرة يخسر السنة دي شفتها هو اللي جاب النقطة ترى أول مرة يخسر يعني ما خسر ترى البطولة ما فيها ما تهمه كرش مو بكرش لا ما شاء الله يعني اقنعني الحين انه ايش ننزل مع اخترتوا انتم محور حديثي يعني الجسم ليش طيب لان نعاني والله صدق معنا الموضوع اني التزم بجدول وغذائي صح فاضي انا وانشف واشوف اكل زين قدامي الملاعب عندنا اشوف بقلاوه قدامي الملاعب الميدانيه اللي هي المطاعم قاعدين نشوف الحراف فيها فصعب اني امسك عمري الشاورما صعب طبعا محدثك اسامه على اساس انك كل يوم ملتزم بالبادل ما عمره ترى مسك مضرب والله هذه سولف لا ان شاء الله ياخذها اللي قلتك عنها اللي جسمه عادي عبد الله عشان يعني نتضامن معاه فهمت تركت الكوره ورحت اتمنى البادل والله حاولنا والعاب سعوديه والله مليون السنه الجايه لازم تقريني خلاص مليون السنه الجايه 10% لك والله تم وعد ها والله خاف اخذها والله ما شاركت احنا بنبذل والباقي على الله بس تصير بارتنر ما عليك معك كفو والله ما تقول له انت اسمه بارت ايش بارتنر اي معك اللي يلعب معي الاسيست يمين ولا يسار الكوبايلوت يمين ولا يسار انا يسار طبعا لا يسار انا خلاص يمين تنازل اي كفو طيب خلنا نتمرن من الحين يلا انا جاهز والله من الليله مجهز للدوره الجايه تم بكره مع راؤول بعد بكره هذا مو طبيعي ترى شلون مو طبيعي السنه اللي فاتت كسر الدنيا لا للاسف ما كسر هو تكسر الحال كسر مضرب كسر مي هو اللي والله لعيب ليش ما شاركت انا والتيم كلنا مصابين
كلنا مصابين. كلكم مصابين للاسف. الفريق المعطوب. ايش رايك في الاجواء اليوم؟ اوه والله حلو. شفتوا مع اللقاء؟ انا اقول افضل والله. حسيت اني طيب لك اول شيء انت في اللعبه؟ طبعا انا من مؤسسين اللعبة. طيب الحين من تشجع انت الحين عبد الله ولا عبد الله كان مفروض انه ياخذ الصراحه البطوله، مرشح اول حبيبي قاعد ينافس على الثالث والرابع ان شاء الله. كان بياخذ. طيب من هو الفائز في السنه اللي فاتت؟ عمر الثاقب. صح عليك. رايك ايفون 9 اللي يقولون سووا مع لقاء صادق ورطوني شعبي عندك والله ورطوني يحبون يتشمتون. والله جمهورك موجود. والله يحبون يتشمتون. لاعب سابق معتزل من بدري. انت اعتزلت قبل لا تبدا. ايش اسوي والله؟ بس ما شاء الله المستويات يعني طيبه. والله كنت افكر اني اعرف العب بادل وطلع ما شاء الله ناس. لا انت في اللقاءات بس اي بس على اللقاءات ومباريات و ايفونات. اي والله صح على ايفونات والامور دي ما فيها شيء ولا؟ الا فيه. صادق؟ طيب. مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو رايك في البطولة والأجواء يعني؟ الحين اسمه ايه؟ المفروض. رحنا فيها. قايل لك. ورطوني. السلام عليكم ورحمة الله. وش ذا اللقاء؟ السنة الجاية خلينا نشتغل معك. خلاص تم بإذن الله. تدريبات معسكرات. زهلنا. بس معسكرات في الصيف. لا ليش عذاب؟ مسافر بحر. إيه لا هذه صح. النفسية أول. بادل النفسية أول. بس بتمشي هذي. الحقين البادل. يا أخي. ملوك البادل. والله من زمان خبرة في المجال. مجال انت حريق عم المجال كله. كم شوط البادل؟ 4. لا لي انا تنس طاوله. والله تنس طاوله. انت جمباز؟ انا لا كوره. كلها العاب سعوديه يعني. كلها ما مشكله. احنا جايين ندعم. تدعم مين؟ العزام. العزام ابو عزام. فاينل ها باذن الله. بيفوز على الثاقب ان شاء الله. يفوز نقول ان شاء الله. صعبه لا بيفوز. انت ابو عزام. كلنا ابو عزام. ارفع ابو عزام ارفع رئيس الشاشه. لا وش ارفع طايره. اكبس يا ابو عزام كلنا معك. تشجعين ها؟ اقول تيفو حق ريج. ايوه تيفو حق عنده شعبيه ريج. اوه البطل. شجعوها. طيب لا بنشجع ان شاء الله. وين الرابطه؟ وين الصراخ؟ شجعي بس كذا ترفعين نص النقطه. لازم هدوء. ما في هدوء. العاب سعوديه عاد مسموح له كل شيء مسموح. اوه دبل فيس. يلا يا ريج يلا فاطمة. انت مع ريج؟ مع ريج. ريج كله مع ريج. ايوه. اقرب لكم ايه؟ كابتن تاتسي. اوكي. تنس بالتنس. كلكم ريج يعني شعبيتها طاغية يا ريت. لا والله هي فنانة وتستاهل. تابعناها في الموسم اللي راح فكانت أخذت الثاني فتستاهل الأول إن شاء الله الموسم هذا. أخذ الذهب بإذن الله إن شاء الله. حلو. هلا بالشيخ بطل المملكة. ما عليك. ذهب. إيه ما نعرف إلا الذهب. يبرق برق الذهب. إيه ما نعرف الذهب يا رجال. تنس أرضي إن صح؟ إيه. وبكذا وصلنا معكم لنهاية تغطيتنا في بطولة البادل اليوم في دورة الألعاب السعودية. شوفكم في تغطية جاية في القناة الثقافية فمان الله. كثر التنافس بينهم زاد الفرص ما ضرهم بالعكس قوى بالتحدي باسهم. المؤمنين بحلمهم شعلة أمل في دارهم القمة متسع الجميع أمثالهم. الناس